أهلا بحضراتكم. اليوم هنتوقف مع واحد من أعلام دولة التلاوة في بدايات القرن العشرين، وهو فضيلة القارئ الشيخ علي حزين، أو القارئ الزاهد الذي خدم كتاب الله وأخلص لكتاب الله فرفع شأنه وقدره وتراثه. الشيخ علي حزين في مصر دولة التلاوة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كان الشيخ علي حزين خادما للقرآن، وهب حياته لخدمة آيات الله ابتغاء لمرضاته، حتى إن السامع له يشعر وكأن صوته من السماء. سجل اسمه في دولة التلاوة بحروف من نور. رحم الله الشيخ علي حزين خادم القرآن، لقد نفع الله به العباد. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبرحب بفضيلة الدكتور علي جمعة. فالدكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. ماذا تقول ابتداء عن فضيلة الشيخ علي حزين وعن مدرسته في القراءة والتلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ علي حزين من القاهرة، وولد 1902، يعني على بدايات القرن، فهو قد شاهد في شبابه الأكابر. الشيخ علي حزين الحقيقة مات سنة 71، يعني برضو بدري شوية في هذا المجال. الشيخ بتاعه كان اسمه الشيخ محمد مكي نصر. الشيخ محمد مكي نصر ده هو له كتاب معتمد فيه ودرس في معهد القراءات لما نشأ، فده الشيخ بتاعه اللي هو جعله يتقن القراءات ويتقن القرآن وعلمه الأحكام بهذه الطريقة. عرف الإذاعة رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا زي فاكر لما قلنا على الشيخ محمود عبد الحكم أنه هو ما تعلمش موسيقى. مظبوط. الشيخ علي حزين أداؤه فطري، وأيضا ممن لم يتعلم الموسيقى، عشان كده كانوا بيقولوا أن صوته ما كانش فيه الحلاوة قد ما كان فيه حسن التلاوة. والمثال الأولاني اللي احنا عطينا به بمحمود عبد الحكم أهو ده مثال تاني الشيخ علي حزين، علشان بعض الناس يقول لك مثلا ما هو واحد يعني طلع فلتة كده. لا، دي مدرسة كانت بتهتم بالوضوح، بالتعليم، بالهدوء، بالدقة والالتزام. صحيح. فدي مدرسة لها أركانها ولها ما فيها. لكنه عرف الإذاعة قبل الإذاعة، في الإذاعات الأهلية بقى زمان، في الإذاعات بقى كانت في حاجة إذاعات شخصية كده، إذاعة الملك فاروق، راديو فؤاد، راديو فريدة الملكة كده، حاجة زي كده. وكانت الإذاعات دي اتقفلت سنة 26، هو عنده 24 سنة ساعتها. وكان في واحد اسمه فريد بكر الرفاعي، وفريد بكر الرفاعي ده كان مدير راديو كان اسمه الإذاعة الملكية اللي هو راديو فؤاد.
فراديو فؤاد وللصداقة اللي ما بين فريد الرفاعي والشيخ علي حزين، أم علي حزين قرأ ولا زال يقرأ والناس سمعته. الناس طبعا نهين لسه الانتشار الواسع ما حصلش اللي هو حصل بعد كده في الإذاعة الرسمية سنة 1934. صح. في بقى تجاوزات أخلاقية ارتكبتها المحطات دي. فالإذاعات دي كلها طلع قرار بإغلاقها. واللي حاصل بقى أنه في 34 راح الشيخ علي حزين وتقدم فقبل، لأنه هو معروف، لأنه هو معروف من قبيل الإذاعات الشخصية دي أو الإذاعات الأهلية، إذا كان لأن هم كانوا بيسموا بتاعة الحكومة الأهلية برضو. مظبوط. إنما التانية أهالي يعني أو أشخاص دي كانت أهالي أو أشخاص. ففريد الرفاعي ده لعب دور كبير في مسيرة الشيخ علي حزين مع وجودي في هؤلاء الأقطاب: علي محمود، الشيخ الشعشاعي، الشيخ محمد رفعت ومن فاعتمد في الإذاعة وبدأ يتلو فيها. لكن كان فيه اتجاه في الإذاعة ضده، ما تفهمش ليه، يعني في حاجة ما. ولذلك كانوا يجيبوا الشريط اللي هو أو الاسطوانة اللي هو سجل عليها ويسجلوا عليها برنامج آخر يمسحوه عشان ما عندناش وقت أو ما عندناش فلوس أو ما عندناش بتاع. ولذلك تجد إنه تراثه في الإذاعة مش قد كده، لكن هو كقارئ موجود له حاجات كتيرة وموجود على يعني محاولات لجمع تراثه تجدها على اليوتيوب وتجدها على وسائل الاتصال الاجتماعي. هل ممكن يكون اتظلم؟ يعني مدرسته دي اتظلمت لانها كانت في وسط مدرسه من الطرب والنغم زي فضل الشيخ مصطفى اسماعيل، زي الشيخ محمد رفعت، زي غيرهم يعني من القامات. الناس كانت بتحبه وتعلقت به جدا، وسبب هذا الحب بالرغم من انه لم يكن يملك صوتا قويا ولم يكن يملك دراسه في المقامات، الإخلاص. يعني وهو بيقرأ بإخلاص، واللي طالع من القلب بيوصل للقلب. ولذلك كون جمهور كبير جدا وجمهور عميق جدا. واضح أنه لم يكن يبتغي شهرة أو مجد أو سمعة، فأخلص فعلا لكتاب الله. هي جات له، واضح كده، هي جات له. ولذلك المتبقي من تراثه ما زال إلى الآن حاضرا وما زال إلى الآن. كان الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول إن بلده دقدوس متعلقة ومحبة للشيخ علي حزين حب شديد، وكان نفس الشيخ متولي الشعراوي حريص دايما على إن هو يدعو الشيخ علي حزين علشان يقرأ في دقدوس ويلبي طلب الأهالي هناك، الأهالي في هذا المقام رحمة الله عليهم. أستاذنا حضرتك، نستكمل المسيرة في رحلة الشيخ علي حزين ولكن بعد فاصل قصير. شكرا لك. شكرا لحضرتك، أرجوكم خليكم معنا. فقلنا الذهب وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. قارئ صاحب صوت عملاق يبدأ بقرار بيت ثم يصعد للدرجة الرابعة لينتقل إلى مقام الرصد، ولا يطيل فيه كثيرا ولكن يفاجئ الجميع بمقام النوى أثر. والنوى أثر هناك
من يقول أنه مقام خاص بذاته، وهناك من يقول أنه فرع من فروع النهاوند، ولا يذهب إلى هذه المقامات إلا القارئ المتمكن والمتميز في علم الأصوات والمقامات، ثم يعمل دمج جميل وحوار بين مقامين مختلفين تماما، العجم والذي يعتبر من المقامات الغربية ويقولون عنه مقام دوماجير أو سلم دوماجير، وفي الشرق يقولون عجم عشيران، ثم ينتقل إلى الراست وهو أبو المقامات الشرقية وأصل المقامات الشرقية. والمفاجأة أنه أثر هذا المقام غريب وفريد ولم يتعرض له الكثيرون من القراء، ثم يصعد لجواب البيات، وهنا التمهيد يلمس الصبا أحيانا ليطفي على التلاوة التحزين والشجن، ثم ينتقل إلى قرار البيات يمهد للختام. وهذا مثال لمقام النوى أثر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الشيخ علي حزين قارئ فريد من الطراز المتميز. في أحد شوارع حي حدائق القبة ولد الشيخ علي حزين في هذا الحي العريق بمدينة القاهرة، وسط تلك الوجوه النضرة التي ينبع منها الأصالة والتاريخ بات شيخنا الجليل أحد مفاخر أهالي المنطقة. يقع مسجد فرج وهو من أشهر مساجد الحي الذي كان مقراً لشيخنا الجليل، وهو يرتل بآيات الذكر الحكيم آناء الليل وأطراف النهار. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحبي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا بحضرتك. سنة 44 يقال أن الشيخ علي حزين جاله عرض من الإذاعة البريطانية أن يسجل القرآن الكريم مقابل 100 جنيه، فإلى هذه الدرجة كان في تقدير لشخصية الشيخ حزين رغم أن كان في أسماء أخرى كانت على الساحة وقتها؟ ما هو شغال من زمان. 26 ابتدى، وقبل 26 في الإذاعات الأهلية بتاعت فريد بيه الرفاعي اللي في حدائق القبة، وكان ساعتها الإذاعة البريطانية بتسجل في جاردن سيتي، فكان اتفقوا معاه على إنه هو يسجل القرآن ب100 جنيه، لكن المستندات اللي موجودة في هذا الشأن بتقول إنه مش القرآن كله، مش كله، المية جنيه دي قصاد 12 تسجيل، وهذه التسجيلات موجودة إلى الآن. 100 جنيه دي رقم كبير قوي في الأربعينات، يشتري كتير في هذا الوقت. 100 جنيه دي كانت تشتري بيت كبير يعني 240 متر 4 أدوار، عمارة يعني، عمارة 4 أدوار يعني ب100 جنيه دي 100 جنيه بالضبط. دي الأرقام بتاع هذا الزمن، عمارة في حتة كويسة 4 أدوار ب100 جنيه. لكن الطريف بقى في المعلومات اللي عرفناها عن الشيخ حزين رحمة الله عليه إن هو ما اشتراش عمارة، إن هو كان بيشتري بالفلوس دي أو بالأجر هدوم، كان بيحب اللبس والشياكة والوسامة. كان هناك طائفة من المشايخ في هذا العصر اللي نعمل عليها دايرة كده، العصر ده كانوا مغرمين بالأناقة والشياكة. مظبوط. ما احنا عندنا الفرنسوية يقول لك شيك يعني أنيق يعني، وتري شيك جدا، في شيك وفي تري شيك. تري شيك اللي هو، وفي بقى فوق التري شيك اللي هو داندي. الداندي ده بقى اللي هو المتحزلقون
دي طائفة ظهرت في أوروبا، ولذلك ضند دي تلاقيها بكل اللغات معناها، وتلاقي بعض المحلات في وسط البلد بسمي روحه ضندي، ما عرفش يعرف ولا ما يعرفش ان ضندي ده معناها قمة الأناقة. فهو في هذا الزمن كان الشيخ داخل في الإطار ده، انه هو لابد ان يكون أنيقا. مرة واحد صحفي بيسأله بيقول له يا مولانا لو ربنا رزقك بمئة جنيه، طبعا مئة جنيه زي ما قلنا انها تشتري عمار، تعمل ايه؟ انا اشتري الهدوم اللي انا عايزها تاني. واخد بالك؟ فقال له طب ولو رزقك بمئة جنيه تانية خلاص اشتريت هدوم؟ قال له اشتري الهدوم التانية. برضو اصرار ان يعني هو ده هدفه، يعني المية الاولانية للهدوم الاولانية والمية التانية طيب، قال له للهدوم التانية. فكان هو صاحب دعابة وكان خفيف الظل وكان رجل يعني يحبه الناس، لأنه كان برضو زاهد في الدنيا، والدنيا كانت في إيده مش في قلب. من بين الأشياء برضو الفارقة في سيرته أن بيته كان عامر بذكر الله، يعني كان فاتح بيته لأي حد حابب يتعلم القرآن أو يتعلم التلاوة أو يسأل في الدين عموما. وكان عنده خاصية تانية كمان من متولدة من هذا الشأن، وهو النصيحة والإصلاح بين الناس. يصلح بين المتخاصمين، واحد متخاصم هنا مع كده هم يدعوهم هما الاثنين فيجوا يلاقوا بعض، وياكلوا أكلة وكلوا عيش وملح مع بعض علشان ما يعمل. كان الشيخ علي حسين خلوقا، وكان صاحب هذه الشخصية الفذة الجميلة. نعم، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم. أخيرا الشيخ علي حسين في جولاته الخارجية كانت قليلة قوي، يمكن ما سافرش إلا فلسطين وقت إذاعة شرق الأدنى تقريبا. يعني ليه حالة خاصة دي يعني؟ ما هم لما يروحوا الحج ما تتحسبش مثلا، ولما يروحوا الأقصى ما تتحسبش. فهو راح الأقصى بس ما قدرش على الغربة، واشترك في الإذاعة، وكانت الشرق الأدنى يعني حريصة على استغلال القراء المصريين. ده بالفعل. ففعلا ذهب وقعد له شهرين ثلاثة، وبعدين ما قدرش انه يكمل هذه الغربة. وفي الوقت ده برضو كان التصاق الناس خاصة المصريين بالأرض كان التصاق شديد جدا، ولذلك الأيام محمد علي لما سفر الولاد إلى باريس وكده كانوا بيعيطوا وبيلطموا لأنه هيسيب بلده. وظل هذا لغاية ما بدأنا كان من رواد إنك تخرج برا وتشوف العالم وتشوف كذا أنيس منصور. مظبوط. فكان اللي هو حول العالم في 200 يوم. مظبوط. حول العالم في 200 يوم دي كان بيحاول بيها كسر الغربة المتأصلة أو الاستغراب. الواحد يستغرب كده عند الغربة. فكان في صورة قصصية بيدعو الشباب إلى أنه يلف ويشوف ويتعلم سفر سبع فوائد. وفعلا بعض هذا الجيل سافر، كانوا يسافروا كل صيف إلى أوروبا وإلى البحر المتوسط في الشمال. نعم. شاكر جدا لفضيلة الدكتور يعني هذه الرحلة في سيرة فضيلة الشيخ علي حسين رحمة الله. الله يخليه. رحمة الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. ذلك عالم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سورة السجدة
لها فضل عظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم، فكان لا ينام حتى يقرأهما. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك، متفق عليه بين البخاري ومسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة